السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم عبر جوله جديده ومكان جديد. اصحاب الخبرات اللي بيكونوا برا السودان اكيد مروا بمؤسسات وشركات وخبره عمليه بمعايير اكيد، وخبرتهم دي لابد انه نستفيد منها ونشوف رايهم كمان. الاحلام والطموحات المفترض كمان بلدنا دي نشوف في يوم من الايام ما يكون حلم يكون واقع. كيف نحن نقدر نغير ومن الشيء الموجود الان لشيء احسن؟ أجيال جاية كمان برضو عليها دور كبير في إنها تلقى زي الخبرات دي يستفيدوا منها. أنا سعيد إنه يكونوا معي في الشارع. عمنا ولا عمنا دي؟ ما عادي باشمان. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. باشمان دي أحمد سعيد علي، المديرية الشمالية الجولد. الجولد جاي من برا شكلك يعني. طلعت برا السودان من سنة 82. أول حاجة أنا أقول لك السيرة الذاتية على أساس إنه الناس أفهم السيرة الذاتية. كنت أول حاجة مهندس في النقل الميكانيكي. الحكومات اللي هي بتخلي الكادر يهرب، فهمت علي؟ يعني احنا كنا في يوم ما قالوا الاتجاه شنو اللي بقى شغله بتاعت الاتجاهات، قمنا طلعنا برا السودان سنه 82 اشتغلنا في جميع القطاعات، عملنا لناس ما كان عندها قروش، عملت قروش لناس ما كان بتعرف. ما بقول لك لا، احنا عملنا، لكن جينا في النهايه ليه ما نعمل في بلدنا نحن مثلا؟ احنا عشان الموضوع يكون جدي، ليه ما نكون نعمل في البلد؟ يعني ما ضروري انه مثلا تقنبني انا مثلا اكون قاعد في مكتب وتديرني، لا انا ليه ما اكون برا في الشارع اشتغل. والوضع هذا الفات ده الحمد لله رب العالمين، احنا بنتكلم في الوضع الحالي الفات ده ما علينا منه. الوضع الحالي لو جينا للشباب، الشباب المفروض يعمل. احنا عندنا 95% ده الشباب، ال 5% دول الكحول. الكحول اللي هو مثلا زي صلاح وزي واو الى اخره. احنا بنشتغل الشباب يا اوكي. لا ولا العفو، والله انا بقول لك عمري 63 سنه، ما ظني يكون زي عمرك انت 18 سنه. اللهم لك الحمد والشكر. محافظ الله يكرمك بارك الله فيك. الشباب اوكي، احنا ما علينا بقلب المغالب بالفكر بالراي بالماده بالمشوره، احنا مع الشباب ما بقول لك لا، لكن هذا الشباب كمان يتجه لنظرات معينه. يعني الشغل اللي بيعملوه في الشباب شغل مسيز بالمناسبه، ونحن ذاته انا كاحمد ده ظلمت منه كثير جدا جدا، ظلمت منه كثير. انه الوالده كان في يوم ما لحظه من اللحظات تعبانه عشان دارين ودار المستشفى، انا لفيت المنطقه كلها على اساس القى مخرج، ما لقيت مخرج. ليه؟ انا ما ضروري اوسخ، انا كشاب المفروض انظف على اساس انه في يوم ما والله بقول والله يا حاج احمد يا اخي ذكرى ساكت، حاج احمد ده والله عمل. لكن نحن لسه عايزين شنو؟ حتى لو البناه والانغاز، نحن نقول انه مثلا ده عهده وانتهى، البناه نمير عهده وانتهى، البناه الاسهر عهده وانتهى، فهمت علي؟ طيب اوكي، العهود ليه ما تتجدد؟ تتجدد برايك انت كشاب؟ ورينا الرؤية الصح، الرجل المناسب في المكان المناسب صرف النظر انه ده من الشمالية او ده من الشرق او ده من الغرب او ده من جنوب السودان. المهم ان احنا في السودان في النهاية شنو؟ احنا سودانيين. لما نلقى منه مصنع بتاع انه مثلا حاج صلاح، ها؟ اوكي والله ده حاج صلاح حاجة نظيفة، لكن انا ما ممكن الليلة اليوم بلدنا ما دار حاجة، دار اول حاجة الزبالة دي تنتهي. حاجة بسيطة ما فيها حاجة، الزبالة تنتهي، بعد ذاك السودان ده بيكون كويس جدا جدا، صرف النظر اللي يحكمنا، صرف النظر. صرف النعازة نزل انه الاحزاب اللي اكلت والاحزاب اللي شربت والاحزاب اللي عملت، لا ليه ما نكون جديدين نحن؟ نحن لنا 63 سنة ما بيفضل لنا من العمر باقي اقول 7 سنين، ال7 سنين دي انا لو لقيت اي واحد ولو لقيت اي ادارة لو لقيت اي كان في السودان جاي عشان ياخذ وجهة نظر ساكت، لسبيل في المويه لسبيل في الشارع انا ما عندي مال. في تحلم السودان ده يكون كيف؟ يكون اجمل بلد في الدنيا، لكن بجنوب ما بالحلم، نحن ليه يحلم؟ على الاقل الاحلام لنا ليه ما يكون واقع؟ الشوارع ليه ما تكون نظيفه زي دي كلها؟ الانترلوك اللي عملوه مثلا الانغاز والمبعد الانغاز، ليه الشباب يجي يقلعوه في الوقت الحالي؟ السبب شنو يعني تطبق علي؟ انترلوك معمول تكسر لي لوحه، كلام كويس، بتكسر لي عربي بتاع زول، ليه؟ في مظاهرات الحين الليله في الوقت الحالي الجزائر اظن ده الاسبوع الكم؟ الاسبوع قربت للثمانية شهور بقلعوا، فرنسا شايله ورد بتقلع، ليه نحن نكسر؟ وليه نغير من بعض وليه نكره بعض؟ السبب شنو بس؟ خلينا احنا لو في حاجه خلينا انه مثلا نكره بعض، والله يا اخي يا استاذ انا بكرهها مع دليل الله كذا لله، لكن ما في حاجه تخلينا نكرهك اصلا. انا اكره السودان ليه؟ بس وريني اكره السودان ليه؟
انا داري انه مثلا السودان يكون اجمل. وفعلا انه قبل كده الشيخ زايد الله يرحمه ويرحم نميري جاء سنه 84 شال الكوادر المؤهله اللي هي مسكين جميع بلديات دبي اسع وكلهم كادر سوداني مؤهل. لكن هنا للاسف انت لما تجي الحزب الحاكم اللي هو اللي بيمشي الامور صرف النظر عن انه مثلا كده صرف النظر انا دار رايي انا انت العقل ولا المذهب انا مالي مال يعني ما في يهود بيجي يشتغلوا نقبوا بترول هنا انا ما علي من مذهبك انا علي بمخك شنو مخك ده بقول شنو احمد ده مخك بقول شنو والله احمد في المهندسين في الدكاتره في يعني ما وريني من السودان ما في جنوب بس عندنا نيل عندنا اكبر نهر نيل يعني يمكن المعلومه دي ما عارفين اغلبيه انت ذاتك ما تكون عارفه اكبر نهر نوبي ربنا سبحانه وتعالى حلقه لنا تحت الارض على عمق 150 متر هنا في جمهوريه السودان الديمقراطيه من غرب السودان لاقصى الشمال دي المياه الجوفيه خليك من الانهر بور السودان عندنا بحر احمر السعوديه مستفيده منه عندنا النيل لا نحن مستفيدين منه شنو وريني النيل مستفيدين منه شنو على مدار مد البصل من تمسك من المصب للمكب هناك بتلقى الجروب دي قاعده ساكت دي لو زرعها طماطم احنا بنستفيد بس طماطم بس قدام كل بيت انا ما ضروري ازرع ليه مثلا شنو ما ازرع دي مهما كان راي زول لا انا مفروض ناس يشوفوا الهندسيه يا احمد انا اديتك قطعه ارض كده كده قدام البيت عندك حرمك 20 مترين المترين الثاني دي ازرع لي شجره ها على اللي قد تكون مثمره انا اجيبها للناس الهندسيه يجيبوها لي مش جيب لي شجره نخله واجبرك انه مثلا كده انا طالما انت سوداني ودار بلدك تكون كده انا اجبرك ما حتاخذ منك من موت الوضع ممكن الشجره تقوم بتقوم ولا ما بتقوم دي بلدنا نحن بلدنا دي نظيفه وحلوه عشان انا ما كثر كان لو كثرتها لي بكره ما اقدر بلدنا نظيفه وحلوه لكن الناس عارف شنو الناس عرفت خط الايمان في قلوبها ونقعد مع بعض نحل مشاكل خلاف عن كده ثاني ما بتتعب صلاح ابو وافق نفس كلامه يشوفوا السلام عليكم السلام عليكم حق صلاح دي كبير شويه انا في عمري فوق عمري 60 سنه نعم الحمد لله لكن كنت برا السودان اي كنت برا السودان 40 سنه اي والله 40 سنه والحمد لله وين فيها تحته؟ في الرياض السعوديه المملكه العربيه السعوديه نعم محتاجين شنو احنا في بلدنا يعني. والله بلدنا زي ما قال ابن عمي احمد ده فعلا ده والله الحمد لله ما ناقصين حاجه مهندسين فيه دكاتره فيه عمال فيه اي ربنا خلقه عندنا الحمد لله وشغالين برا مستفيدين يجوا هنا عندنا ان شاء الله بلدنا تتصلح يجونا نبغى احسن ناس في العالم وبلدنا يبقى احسن دوله في العالم كويس برجعوا والله برجعوا بيرجعوا انا واثق من الكلام ده لو بلدنا صلحت بيرجعوا كلهم بيرجعوا باذن الله طبعا. نعم تحلم تشوفها كيف بلدنا يا الله احلم والله اشوفها جنه ما نحتاج لغربه ثاني ولا نحتاج لشيء نقعد هنا يا اولادنا يعملوا ونحن نعمل ما في مشكله اي الباقي في العمر ده نعمل ليه ما نعمل يا اخي كويس نساعدهم نجيب البعيد لهم نقرب لهم وهم يشتغلوا شفت كيف؟ ودارين للاتفاق اهم شيء نتفق في بعضنا ونكون واثقين من بعضنا ده اهم شيء يا رب نتمنى من الله نتمنى من الله يجمع بلدنا ده ويحسن بلدنا ده يكون احسن دوله في العالم يا رب العالمين والله العظيم الله يعطيك العافيه الله يحفظك يا كثر خيرك الله يكرمك دي كانت جولتي اليوم ضرايا الناس اكيد ربنا يجمع الناس كلها واتفاق وسلام في عم البلاد وحتى الناس اللي سافرت سنوات طويله اكيد محتاجين يعيشوا بين اهلهم في يوم من الايام انا بختم هو في كلام لازم يقول والله اولادنا في الغربه كلهم محتاجين السودان صراحه اسيه شديده خلاص كلهم دارين يرجعوا لكن الوقت الحالي البلد صعب وان شاء الله بلدنا تتصلح وكلهم يرجعوا يجونا باذن الله باذن الله واحد احد الله يوفقك